مشاهدينا اهلا بكم، همزه وصل جديده نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. اصبحت فكره تصنيع السيارات الكهربائيه في مصر ليست مجرد حلم يراود الجميع بفكره توطين هذا النوع من الصناعات وصناعه السيارات بشكل عام في مصر، ولكنه أصبح حقيقة في هذه الفترة. سنتناول هذا الموضوع، ولكننا سننتقل على الهواء مباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل لقاء شيخ الأزهر. you
مشاهدينا نقلنا لكم على الهواء مباشرة مراسم استقبال شيخ الأزهر بدولة الإمارات في مدينة أبو ظبي والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان هناك. سنعود إليكم مرة أخرى أيضا لأبو ظبي، ولكن عودة لبرنامجنا همزة وصل وحلقة اليوم عن صناعة السيارات مرة أخرى. نفتح اليوم هذا الملف استعداد مصر لاستقبال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، خاصة بعد تأكيد سيادة الرئيس على أهمية توطين هذه الصناعة في مصر بالتعاون مع الجانب الفرنسي. ماذا عن أهمية توطين مثل هذه الصناعة؟ ما هو مستقبلها في مصر في اعتمادها على الكهرباء؟ وأيضا ما هي سبل تطوير هذه الصناعة في الفترة المقبلة؟ سوف نستقبل آرائكم على همزة وصل إي جي كما هو معتاد. دعونا نبدأ بالتقرير ثم نبدأ الحوار. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه اجتماعا بشان تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وتوطين صناعه السيارات الكهربائيه في مصر، وذلك بحضور وزيري الانتاج الحربي والتجاره والصناعه. مدبولي اشار الى ان هناك وفدا المانيا يزور مصر قريبا لوضع خطط العمل التنفيذيه لمشروعاتهم في مصر، وعلى راسها السيارات الكهربائيه. كما وجه بأن يتم وضع وحدات الشحن السيارات الكهربائية في كل المدن الجديدة كبداية، وكذا عدد من محطات البنزين العادية، لافتا إلى أنه سيتم منح حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسمح بأن تكون مصر مركزا لهذه الصناعة. رئيس الوزراء أشار أيضا وطالب بوضع خطة عمل واضحة تتضمن مجموعة الحوافز المقترحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر من خلال التعاون مع أكبر المصانع المتخصصة في هذه الصناعة على مستوى العالم. في التقرير اللي عرضناه الملامح التي تطمح إليها مصر في تطوير صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية، كيف ترون الأمر؟ دعونا ننتقل لآرائكم من خلال حنان. ماذا لديك حنان؟ مساء الخير مجدا، مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع برنامج همزة وصل عبر فضاء الانترنت، هو همزة وصل إي جي. الحقيقة مشاهدينا جالنا عدد كبير جدا من مشاركات حضراتكم وكمان تعليقاتكم وآرائكم ووجهات نظركم. خلينا على طول نبدأ أول المشاركات مع عنصر نسائي في حلقتنا، أستاذة ناهد عبد الفتاح بتقول لنا السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذة ناهد. الحقيقة إحنا علشان ندخل المجال ده لازم نحدد الميزة عندنا والشخصية المصرية، لازم تظهر في منتج تفتخر بيه العقول المصرية انه من ابداعها، لازم نعرف انه السيارات الكهربائية الصافية هتكون عبء على مستخدميها، وده اقتراح لازم يكون فيه طاقة مساعدة لتوليد الكهرباء واستخدام الطاقة الحركية لعجلات السيارات في انتاج طاقة مساعدة. ممكن نزود السيارات بخلايا شمسية لشحنها من السقف أو في العجلات أو في جزء منها. ممكن كمان نعمل مواتير في العجل علشان نحول الطاقة الحرارية على الأرض لطاقة كهربائية مساعدة. ممكن نعمل مسارات بخطوط كهربائية على الطريق بحيث نقلل من الطاقة المستخدمة. كمان ممكن تقسيم السيارة لجزء يعمل على تشغيل جزء بطاقتين مختلفتين، زي مثلا العجل بالكهرباء وباقي السيارة بالغاز الطبيعي. ممكن استخدام فكرة الترام في عمل سيارات سريعة كهربائية للتنقل بين المحافظات بسرعة فائقة. كمان بالنسبة للقطار الكهربائي، لو تم دعمه بأسلاك كهرباء في الأرض وخلايا شمسية، من هيكون طبعا في تقليل للتكلفة والشحن ويكون في وحدة منتجة. ممكن عمل أنفاق على الأرض من الخلايا الشمسية تسير في القطارات والعربات وهي اللي تقوم بشحنها وتخزين الكهرباء ليها. الحقيقة الطاقة الشمسية اللي ربنا أنعم علينا بيها ممكن تكون الحل لأننا نصدر طاقة ليها. الحقيقة الطاقة الشمسية مهمة جدا، زي ما بنشوف في الدول الغربية بيستخدموا هذه الطاقة في توليد الكهرباء للسيارات، ويكون عندهم طاقة مساعدة تخفف من تكلفة الكهرباء وتصدرها أيضا.
طيب نروح لمشاركة تانية جات لنا من الأستاذ وفيق الغمري بيقول لنا فيها: مفيش شك أن السيارات الكهربائية هي صديقة للبيئة. تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بيكون بغرض توطين هذه الصناعة ونقل الخبرات وتشغيل العمالة. التصنيع بيكون أساسا بغرض التصدير وليس للاستهلاك المحلي. تقريبا نص سعر السيارة في البطارية اللي عمرها الافتراضي لا يتعدى 4 سنوات. يتم شحن البطارية بالكهرباء وسعر الكهرباء في المستقبل مش هيكون اقتصادي، فممكن نتوسع في إنتاج سيارات النقل العام كسيارات كهربائية على أن تدعم الدولة الجمارك وسعر الكهرباء المستخدمة للشحن على أساس إنها تدخل تحت بند المنفعة العامة. يعني مشاهدينا ومتابعينا، دي كانت بعض المشاركات، بعض الاقتراحات والآراء من حضراتكم. بالطبع أنا هنا من داخل غرفة المتابعة الإلكترونية أنتظركم على مدار الحلقة مزيد من المشاركات والآراء. مشاهدينا، بعد أن استعرضنا التعليقات ننتقل لزميلتي مجدة لاستكمال النقاش مع المختصين والمحللين عبر الاتصالات الهاتفية. إليك مجدة. شكرا لك يا حنان على هذه الآراء التي نقلتيها والتي تعكس اهتمام المشاهدين بموضوع الحلقة، ولكن ما هي طبيعة المعلومات التي أوردوها، مدى صحتها وإمكانيتها؟ هذا ما سوف نستطلعه عبر هذه الحلقة ومن خلال الحوار مع المختصين. سنبدأ الحوار، بداية الحوار معنا الأستاذ عماد عبد المجيد من الغرفة التجارية للسيارات، وأيضا الأستاذ عمرو سليمان رابطة تجار السيارات. أرحب بالضيفين الكريمين. بداية الحوار مع الأستاذ عماد عبد المجيد من الغرفة التجارية للسيارات. أهلا بيك يا أستاذ عماد. أهلا بحضرتك. أستاذ عماد، هو إيه حجم وجود السيارة الكهربائية في مصر؟ هل ليها وجود أساسا؟ هو ليها وجود حضرتك، بس الوجود اللي موجود وجود قليل، يعني وجود قليل، مش مكثف زي العربيات التانية. حجمها قليل وما زالت العربيات موجودة بس كميات قليلة، لأن ما فيش عليها طلب، يعني متوفرة بس ما فيش عليها طلب، الطلب عليها قليل. فما بيخدموش المستوردين او بعض الوكلاء ما بيجيبوهاش لان ما عليهاش طلب، لان الطلب قليل فيها، ما حدش بيطلبها بكتير. يعني اللي بيطلبها بيبقى مستعملها بره، بيبقى عارف مميزاتها، عارف امكانياتها، لكن ما لسه قطع الغيار او البطاريه او حجم الصيانه بتاعتها غير متوفر حاليا. لسه ما غطتش مصر، يعني بتعرض للعرض العام بس للمعرفه بيها، لان انا عارفه انها اتعرضت قبل كده في معرض السيارات. تعرضت معرض السيارات وموجود منها بس حاجات بسيطه جدا، يعني مش كبيره. نعم. استاذ عماد، ماذا عن امكانيات هذه السياره؟ ايه اختلافها عن السياره العاديه؟ هل الجمهور على وعي بامكانيات هذه السياره؟ لا، هو الجمهور مش على وعي بامكانيات السياره، لان ما فيش حد يعني ما حدش بيشرحها كتير وبيوضح مميزات العربيه. هي العربيه طبعا فيها مميزات كويسه جدا عن العربية الثانية، طبعا ما فيش فيها استهلاك للوقود بكميات كبيرة، ما فيش فيها تور، ما فيش فيها شكمان، ما فيش فيها بعض قطع الغيار، بعض اللي هي بتستعملها بتكون تكلفة أكبر. تكلفة العربية الكهربائية تكلفة أقل، لكن النهاردة مثلا لو أنا رايح مشوار بعيد أو مسافر، النهاردة مش متوفرة الكهرباء، وعشان أدخل مثلا أشحنها في أي مكان بتقعد مثلا ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات عشان تاخد وقت في الشحن. فده طبعا ما حدش عنده القدرة إن يعطل نفسه في السفر أو كده، أو إنه ياخد عربية مالهاش سوق في مصر. النهاردة أشتري عربية بسعرها عالي وعرضها للبيع ما لقيش حد ان هو بيشتريها. طيب هي يعني هي من المفترض ان هي في شحنها بتقعد قد ايه، او بتاخد كم كيلو متر، كم كيلو متر على في استغراق الشحن عشان تتشحن مره ثانيه؟ هي طبعا في انواع في البطاريات، فيها بطاريات بتمشي العربيه 300 كيلو، في بطاريه بتمشي اعلى عربيه بتمشي البطاريه 500 كيلو. 500 كيلو بس تكلفه البطاريه هي المشكله في العربيه الكهربائيه، ان تكلفه البطاريه هي اعلى حاجه في العربيه. سعر البطارية هو يكاد يكون يعني من أعلى أجزاء العربية. بس نعرف أن سعر العربية نفسها اللي بتعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل كامل بيكون مش غالية. لا، هي المشكلة أن العربية مش غالية، الغلو في البطارية، لأن البطارية دي أساس العربية، كأنه الموتور بتاع العربية في العربية الثانية. لأن البطارية هي اللي بتمشي العربية حوالي 500 كيلو
او 300 كيلو. فالنهارده حضرتك لو في مشوار اكثر من كده مفيش في الطريق مثلا محطات شحن العربيه الكهربائيه، لكن في القاهره توفرت مثلا في مكان او اتنين وهتبتدي تتوفر. فلما تتوفر بكميه اكثر من كده هيبقى الطلب عليها وهتبقى عربيه طبعا اقتصاديه اكثر من العربيه الموجوده حاليا بالبلد. بالتاكيد. طيب في برضه بيقال انها ممكن العربيه تجمع ما بين كونها عربيه بتعمل بالبنزين عادي وانها بتعمل بالكهرباء. دي العربيات اللي هي الهايبر اللي بتعمل بتشتغل بالبنزين وبتشتغل بتشتغل بالبنزين وبالكهرباء حضرتك. وفي بعض العربيات طبعا اللي هي بتشتغل بالبنزين والكهرباء، مجرد ما العربيه بتتحرك وبتمشي بتولد زي طاقه كهربائيه كده والعربيه بتستمر بيها، بس سرعه العربيه في الطاقه الكهربائيه بتبقى اقل من سرعه البنزين. ده معناه هل العربيه لو خلصت امكانياتها في البطاريه من الكهرباء انها تنتقل للبنزين تلقائي ولا لا؟ بتنتقل للبنزين تلقائي، يعني بعد سرعه مثلا 60 او 40 العربيه بتنتقل تلقائي للكهرباء، بتولد طاقه كهربائيه وتمشي بالطاقه. طب انا هرجع لحضرتك يا استاذ عماد مره اخرى، بس خليني نوسع دايره الحوار مع بعض واضم لينا في هذا الحوار الاستاذ عمرو سليمان من رابطه تجار السيارات. اهلا بيك يا استاذ عمرو. أهلا أستاذ عمرو، السيارات الكهربائية منتشرة في عدد من دول العالم، مش انتشار واسع لكنها موجودة مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية من التسعينات لغاية النهاردة. إحنا السيارات الكهربائية لم تغزو مصر أو لم تتواجد في مصر بشكل حقيقي حتى الآن، من وجهة نظرك إيه ليه كل الفترة اللي فاتت دي ولم تغزو السيارة الكهربائية الأسواق المصرية على الرغم إنها ممكن تكون حل عملي لحاجات كتير؟ هي عشان انتشار العربية عندنا هنا في مصر حقيقة لابد من عمل بنية تحتية للعربية عشان تنتشر. يعني احنا لازم محطات الشحن دي تبقى موجودة وتعمم في أماكن كثيرة، يعني ممكن مثلا تبقى موجودة في المولات، نبتدي نقول له عشان ترخص المول بتاعك لازم تحط لنا محطات شحن، نبتدي نحط في الأماكن الباركنج الرئيسية اللي هي الناس بتركن فيها نحط لها أماكن شحن، لازم نحط برضو في الشوارع. يعني هي دي البنية التحتية اللي هتخلي العربات الكهرباء تنتشر، من غيرها عمرها ما هتنتشر العربات الكهرباء. لأن بعد ما تمشي 150 كيلو 200 كيلو 300 كيلو 500 كيلو هتبقى عايزة برضو تشحنيها ولو جزء شوية عشان تشحن تاني. تمام. طب هل هيمكن تعديل لو بدأت البنية التحتية في موضوع شحن الكهرباء أو توفير محطات لشحن الكهرباء هتبتدي تنتشر على طول على الفور العربيات الكهرباء أول ما البنية التحتية تبتدي تبقى موجودة هتبتدي الناس فعلا تفكر فيها؟ هل هنلاحظ فرق في سعر السيارة اللي بتسير بالكهرباء عن السيارة العادية؟ هي العربية طبعا العربات الكهرباء أغلى شوية من العربات العادية ولكن مع المنافسة القوية العادية. ولكن المنافسة القوية بتاعة الشركات مع بعض إن كل ده اتجاه عالمي النهاردة إن هم يروحوا لعربيات صديقة للبيئة فكل الشركات النهاردة بتتنافس إزاي تقدم عربية كهرباء بطريقة اقتصادية فأنا أظن إن المستقبل يعني قدامنا فيه سنة أو اثنين ماكسيمم يعني طيب قبل ما دي تنتشر وتبقى هل ده معناه إن أنا عندي عربية عادية وعايز أخليها تمشي بنظام الكهرباء بالإضافة لنظام البنزين هل هقدر أعدلها؟ ده النهاردة أنا شايف إن ده أنسب حاجة لمصر حاليا اللي هو نظام البلاجن هايبريد اللي هي عربية تمشي بالكهرباء وتمشي بالبنزين مع بعض لأن النهاردة أنا النهاردة لو الكهرباء خلصت مني هقدر أمشي عليها بنزين بالظبط لان مش كل الناس هتبيع عربياتها وتشتري عربيات كهرباء اكيد العربيات دي كمان يعني لما في عربيات منها النهارده عربيات حديثه جدا بتمشي بتقطع ال 100 كيلو متر حضرتك ب 2 لتر بنزين يعني ماشيه كهرباء وبنزين تمشي مع بعض وتقطع 100 كيلو ب 2 لتر بنزين فانا شايف ان ده هو الحل المثالي حاليا للعربيات دي في مصر اللي هي العربيات البلاجن هايبريد لكن للاسف احنا الجمارك عندنا على عربيات حاليا 30% المفروض العربيات دي تبقى برضه يدوها اعفاء جمرك زي العربيات الكهرباء لما يدوها اعفاء جمرك ولكن هي العربيات البلاجن هايبرد اللي جايه من اوروبا بس هي اللي واخده الخصم من زيرو جمرك حاليا انا شايف ان لو الدوله النهارده خلت العربيات البلاجن هايبرد دي
اللي بتيجي من شرق اسيا وكلام من ده وخليت جماركها بدل 30% زيرو جمارك، اظن ان هي دي احسن حاجه مناسبه للسوق المصري قبل العربات الكهرباء اللي هي البيور. هتبقى اقتصاديه ومختلفه. طيب عمليه التعديل، هل احنا عندنا مصانع وامكانيه تقنيه لعمليه التعديل؟ موضوع لا تعديل، مش هينفع تعديل لان العربيات ما بتتعدلش، ما ينفعش اجيب عربيه عاديه واعدلها. ما فيش عربيه هتخضع لعمليه التعديل انها تشتغل كهرباء وبنزين. مش هينفع، لا ما ينفعش، هي لازم العربيه من الاول بتبقى مبنيه على هذا الاساس. لان بتبقى العربيه فيها بطاريات كبيره محطوطه تحت العربيه او تحت الكراسي بالكامل عشان تقدر تدي قدره كبيره للعربيه تمشي وتروح وتيجي. طيب ايهما اكثر وفر، الغاز ام الكهرباء في العربيات؟ طبعا الكهرباء ارخص، حوالي ربع ثمن البنزين. الكهرباء النهارده بالسعر العالمي اللي هو موجود النهارده هو هيبقى تكلفته ربع ثمن البنزين. ده بالنسبه للبنزين، لكن بالنسبه للغاز؟ لا الغاز انا يعني اكيد الغاز هيبقى برضو اعلى شويه من الكهرباء. الغاز هيبقى يعني الكهرباء هتكون اقلهم في شريحه في التكلفه يعني. ايوه اكثرهم هي الاكثر صدقا صديقه للبيئه اكثر. انا ايوه نعم نعم نعم. توقع حضرتك لانتشارها في الفتره القادمه قد ايه؟ الانتشار احنا يعني مثلا على سبيل المثال مثلا في المواصلات العامه ابتدت دلوقتي محافظه اسكندريه كان ليها السبق في انها تجيب اول اتوبيسات كهرباء تعمل في مصر، ودي تجربه هائله جدا. عظيم. اظن ان دي في الفتره الجايه هتبتدي تتطبق. يعني اظن ان تبتدي الهيئات بتفكر فيها جيدا لانه صديقه للبيئه وموفره في السولار والدعم بتاع الدوله. يعني انا شايف الدوله بتدعم لهم السولار وكل يوم هو يمون ويطير السولار دوت. طب خلاص النهارده احنا هنجيب حاجه صديقه للبيئه وفي نفس الوقت استهلاكها من الكهرباء هيبقى ربع تكلفه الـ السولار. نعم نعم. انا بشكرك جدا استاذ عمرو سليمان رابطه تجار السيارات. عوده لاستاذ عماد عبد المجيد من الغرفه التجاريه للسيارات. ايه هي طبيعه التسهيلات اللي محتاجاها العربيات الكهربائيه يا استاذ عماد علشان تتواجد في السوق المصري كاجراءات؟ معلش عايز اسال، انا مش سامع حضرتك. عفوا يا فندم، حضرتك كده سامعني؟ سامع حضرتك. استاذ عماد، ايه هي الاجراءات اللي محتاجاها السوق المصريه انها تتخذها بخلاف البنيه التحتيه، يعني انها تتخذها عشان تسهيل عمليه استيراد السياره الكهربائيه وبدايه عمليه التصنيع في مصر؟ الحاجات اللي هي تبقى تسهل الاجراءات بتاعه المستوردين او اجراءات الوكلاء في مصر محتاجه انهم يسهلوا لهم الاجراءات، يفتحوا لهم مثلا الاعتمادات، يسهلوا لهم قيمه مثلا التعاملات البنكيه. محتاجه ان هو يوفروا لها محطات لتقويه العربيات ديت. يعني كل مثلا محطات بنزين يعملوا مثلا وحده شحن كهربائيه. كل من شروط اي بنزيمه او من شروط اي ترخيصات لاي مثلا مول او ترخيصات بنزيمات او ترخيص كده انه يعملوا وحده شحن عربيات كهربائيه حتى ولو بكميات قليله. هتلاقي برضو ان الناس في الاول بتقدم على الشراء. يعني الناس اول بتحب، كل واحد ما بيحبش يبقى هو اول واحد بيجيب حاجه يجربها، لكن لما تنتشر مجرد ان نلاقي في انتشار والناس بتشتري العربيه وانها بتتعامل معها بسهوله وتلاقي ان العربيه مصاريفها اقل من مصاريف العربيات الثانيه، اقل في التكلفه، فهتلاقي كل الناس ان شاء الله بتقدم عليها على شرائها. ده اللي محتاجينه في الاول، يعني زي دعم للناس انها تشجعهم، تشجيع من الدوله للمستوردين او للوكلاء. نعم. المدن الجديده هي الاكثر استيعابا لهذا النوع من السيارات ام العاصمه من وجهه نظرك؟ لا هتبقى العاصمه ان شاء الله، لان طبعا هي العاصمه هتبقى مربوطه ببعضيها، وطبعا ولسه الانشاءات في البدايه، فهيبقى متوفر فيها طبعا وحدات الشحن الكهربائيه هتبقى اكثر من المدن القديمه، لان دي لسه مدينه عالميه جديده، فهيبقى فيها في كل الاماكن وفي كل البنزينات وفي كل المولات، وهم عاملين حسابهم في البنيه التحتيه في البنيه التحتيه في حاجه زي كده اللي العربيات الكهربائيه، ومعمول حسابها من دلوقتي يعني. فهتبقى اكتر طبعا في
في العاصمة الإدارية إن شاء الله. في العاصمة الإدارية برا في الدول اللي بتستخدم السيارة الكهربائية نتيجة طبعا اختلاف عملية السكن، يعني الناس بتشحن العربية، اللي بيملك سيارة كهربائية بيشحنها في جراج بيته وبتدخل على عداد بيته، وبالتالي تكلفتها عليها بالكامل هنا عليه. من وجهة نظر حضرتك العملية دي هتم هنا بشكل شخصي إزاي؟ بص حضرتك، هو النهارده زي احنا بالنسبه لنا كان موضوع الموبايل اللي كنت جبنا الناس المحموله في الاول في اول منطقه، كان بالنسبه لنا موضوع تليفون البيت كان بيبقى واصل عن طريق اللي هو الاسلاك والكلام دوت. بعد كده كان موضوع التليفون زي الموبايل كده بالضبط، في الاول كنا بنشحن التليفون عباره عن شاحن وقت بيبقى بسيط وبيخلص. النهارده برضو كان الموضوع بيبقى صعب في البدايه، اول اي حاجه في بدايتها بتبقى صعبه، لكن بعد ما الناس تتعود عليها وتستمر في الكلام دوت في شحن الموبايلات في البيت، شحن العربيات هتبقى في المنازل، بعد كده هتلاقي ان بره في وحدات شحن كتيره، هتلاقي ان انتشارها بدا تنتشر في كل الاماكن. يعني انتشارها هيبقى سريع، بمجرد ما حد يجيب العربيه ويبتدي يشحنها في بيته، ان هو مسافر يلاقي وحدات شحن وهو ماشي يبقى مطمن، وهيلاقي ان استهلاك العربيه بتبقى انعم، بتبقى العربيه ما يبقاش فيها صوت عالي، ما يبقاش فيها احتمال حدوث مشاكل اعطال كثيره، العربيه الكهربائيه قليله الاعطال نهائيا، ما فيش فيها مشكله. هي دوره عملها مختلفه بقى عن دوره العمل الخاصه العاديه خالص. يعني دي حاجه ودي حاجه تماما بعيده كل البعد. ايه الحاجات اللي هتقل في صيانه العربيه نتيجه اعتماد على السياره الكهربائيه؟ اعتماد حضرتك على السياره الكهربائيه، لا، اولا العربيه ما بتمشيش بزيت، العربيه بتمشي بالكهرباء فقط، ما فيش فيها محرك بيشتغل بآلات، بيشتغل بوحدات زيت، بوحدات باور، بوحدات ضغوط معينه اللي هي جوه الماتور بالكامل، دي حضرتك مستثنيه عن الصيانه الشهريه بتاعه اللي هي مثلا اللي هي الحاجات الكهربائيه اللي جوه الماتور زي الحاجات اللي هي اللي جوه اجزاء العربيه، النهارده احنا مستغنين عنها بالكامل، الدوره بتاعه حركه الماتور بالكامل بالزيت بالحاجات المكمله للماتور زي السكمان زي الوحدات دي مش موجود عندنا. الضغوط بتاعه العربيه، الاستهلاك بتاع الماسوره وحجم الماسوره على استحمال عرش العربيه او اللي بتساعد في حركه النقل بتاعه العربيه تبقى مش موجوده، لانها ما بقاش يعني ضعيفه جدا، ما بقاش في حمولة على العربيه، فتبقى طبعا عمر الافتراض للاطارات والسلامه العربيه اطول من العربيه الكهربائيه، اطول من العربيه اللي هي هل ده معناه ان العربيه بطاريتها بقيه يعني طويله العمر مش زي البطاريه اللي بنستعملها في العربيه دلوقتي اللي هي بتستمر عده سنوات وتنتهي وبيتم تغييرها؟ بص حضرتك، البطاريه بالظبط زي حسب انواع، حسب البلد المنشئه للبطاريه. حسب البلد، في بلاد بتبقى منشئه للبطاريه حضرتك بتعيش مع حضرتك، تقعد سنه، تقعد اثنين، تقعد ثلاثه، حسب المنشأ. في بطاريه طبعا بتبقى نوعها مش سيء، في بطاريات بتبقى استعمال جاي من بره استعمال، طبعا دي حاجات كلها حسب الاستعمال وحسب الصيانه، زي عمر الماتور بتاع العربيه بالظبط بالكيلومتر كده. العربيه اللي عامله 100,000 كيلو غير اللي عامله 200,000 كيلو، كل حاجه لها عمر افتراضي حسب يعني التعامل. حتى برضو في العربيه الكهربائيه هيكون ليها البطاريه ليها عمر افتراضي مش دائمه طبعا. ليها عمر افتراضي وليها البلد اللي هي بتصنع بلد المنشا عليها المنشا ومدى الجوده اللي معتمده انها جايه الجوده من بلد المنشا يعني مثلا البطاريه الالمانيه غير البطاريه الصينيه غير البطاريه هل من وجهه نظر حضرتك هتاثر على مبيعات سيارات البنزين؟ لو انتشرت بكميات كبيره محطات التقويه ومراكز الخدمه بتاعه العربيه الكهربائيه هتغطي، بس هتاخد وقتها على ما بتاع العربيه اللي موجوده دلوقتي، لان كل الناس دلوقتي في متناولها، واللي عنده عربيه قديمه مش قادر يستغنى عنها عشان يجيب عربيه جديده النهارده تكلفتها عاليه، العربيه الكهربائيه تكلفتها عاليه ومش موجوده، يعني النهارده عشان يجيبها ما فيش حد هيجازف ويروح يشتري عربيه كهربائيه. حضرتك لو عايز تشتري عربيه بتفرق بينها وبين العربيه العاديه حضرتك، يعني مش هتجيل حضرتك الجرأة انك تشتري عربيه كهربائيه وهي لسه ما حققتش النجاح الكافي، فحضرتك بتعملي كده وانا بعمل كده وجاري بيعمل كده، فده هيؤدي لعدم شراء العربيه، غير اذا كان فيها مميزات او البنك مثلا نفتح تسهيل مثلا ان البنك هيقسط العربيه الكهربائيه مثلا بدون فوائد والوكيل يتحمل جزء من سعر العربيه
والدوله تتحمل جزء من سعر العربيه. العربيه بتشتري بس سيوله. نعم، اشكرك استاذ عماد عبد المجيد من الغرفه التجاريه للسيارات، اشكر ايضا ضيفي الكريم استاذ عمرو سليمان من رابطه تجار السيارات، اشكركم على التواجد معنا في هذا الجزء من الحلقه ومشاركتكم بالراي. دعونا ننتقل لراي الشارع، بالتاكيد لجمهورنا الكثير من الاراء المختلفه ومتنوعه في هذا الامر. أنا من أشد المؤيدين لاستعمال طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة. القاهرة بتعد من أكبر المدن في العالم تلوثا، فالكهرباء دي هتخفف العبء عن التلوث في جو القاهرة. يعني أعتقد كل مشكلة هيبقى ليها صعوبات في البداية، تقبل الناس، يمكن غلاء السيارات، أعتقد أسباب اقتصادية، هيبقى تصنيع السيارات غالي جدا، لكن مع الوقت اعتقد ان لو الناس اعتدت عليها وجربت مدى نظافتها ومدى الامان المتوفر فيها بالنسبه للبيئه، اعتقد ان الفكره هتكون جيده جدا. فكره رائده وفكره جديده على المجتمع العربي، راح تكون يستفيد منها كل الاجيال القادمه ان شاء الله. قياده العربيه الكهربائيه هي عربيه بتتحول من الكهرباء للبنزين حسب الاستهلاك يعني او حسب القوه المطلوبه. الفكرة طبعا لو طبقت ان شاء الله هتبقى فكرة جميلة جدا، وهو ده العصر. يعني احنا دلوقتي المفروض نواكب العصر ونواكب اتفاقية المناخ العالمية اللي بتقام في باريس وغيرها من البلدان الاوروبية والعربية، ولازم مصر زي ما كانت سباقة في كل المواضيع لازم تكون سباقة في هذا الاطار، على اساس ان المناخ ده بيخص العالم كله، بيخص الانسانية. فكون ان احنا نبدأ في الطاقة المتجددة والطاقة البديلة ده يعتبر شيء جميل جدا جدا. بالتأكيد في استحسان لفكرة استعمال الكهرباء على حساب البنزين لأسباب كتيرة جدا، خاصة مع فكرة التوفير. طيب خلونا نستطلع المزيد من الآراء من خلال حنان عاطف وما جمعته لنا من آراء. بالفعل مجدة وبالفعل مشاهدينا الكرام، تعليقات حضراتكم ومشاركاتكم ما زالت تنهال علينا حول سؤال حلقتنا النهاردة. هنروح على طول معاكم من غرفة المتابعة لمجموعة جديدة من المشاركات مع أستاذ محمد سليمان، بيقول لنا الفكرة جميلة بس لازم تكون للمصريين بسعر منخفض. طيب نروح كمان لمشاركة من إبراهيم دياب بيقول فيها الفكرة أنه أي حاجة جديدة بتحتاج وقت علشان يتقبلها الناس، علشان كده بقترح أن تبدأ الدولة بنفسها بتسيير مركبات كهربائية في المرافق العامة، خاصة في المدن السياحية زي أسوان وزي شرم الشيخ وغيرها، وبكده هنحقق أكتر من فايدة، ننشر الفكرة ونعممها، وكمان نعطي صورة حضارية طيبة لينا قدام العالم، المحافظة على البيئة وتوفير الطاقة. طيب نروح كمان لتعليق من الأستاذ محروس أبو ذكري بيقول هي خطوة مهمة جدا نحو بيئة صحية، هتساعد على نظافة البيئة وهتفتح مجالات كتير جدا للشباب منها العمل والإبداع، كمان هتساهم في نمو الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات في مصر. محمد الخطيب بيقول أتمنى ذلك. جابر خلف صديقنا في همزة وصل بيشاركنا برأيه وبيقول تشغيل وتشجيع شراء السيارات اللي بتعمل بالكهرباء ليه فوائد كتير جدا تعود على الدولة من حيث توفير الكهرباء وتغطيتها لأي احتياجات حالية أو مستقبلية، كمان بتقلل من الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي، وبتقلل من استخدام البنزين والكيروسين والغاز مع توافر الغاز في مصر بكميات كبيرة جدا، كمان بتقلل الفاقد من البنزين والسولار، وبتحافظ على الطرق من حيث النظافة. أما ما يعود على المواطن من استخدام السيارات اللي بتعمل بالكهرباء فهو تقليل استخدام البنزين وتكلفته العالية، وكمان قطع الغيار وسهولة الاستخدام. يعني مشاهدينا دي كانت باقة من مشاركات حضراتكم وتعليقاتكم، بالطبع أنا في انتظار المزيد والمزيد من التعليقات والآراء، لكن أعود من جديد الآن لزميلتي مجدة لاستكمال النقاش. إليك من جديد. شكرا لك حنان، عودة للنقاش مع المتخصصين معنا عبر الهاتف.
الأستاذ خالد سعيد من رابطة مصنعي السيارات، والأستاذ نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات. أرحب بالضيفين الكريمين. بداية الحوار مع أستاذ خالد سعيد، رابطة مصنعي السيارات. أهلا يا أستاذ خالد. أهلا بحضرتك، أنا اسمي خالد سعد. اهلا بك، انا بعتذر لحضرتك. اهلا بك استاذ خالد سعد من رابطه مصنعي السيارات. استاذ خالد، ماذا عن عمليه اضافه فكره صناعه السياره الكهربائيه الى مصر وصناعه السيارات ان تعود لمصر مره اخرى؟ طبعا ده شيء طبيعي، ده لازم يحصل. حضرتك مصر مش هتبدا النهارده، احنا مصر بدات من فتره طويله جدا في موضوع صناعه السيارات وكنا متميزين في هذه الصناعه، ولكن توقفنا لاسباب اخرى. وطبعا ان احنا نرجع ونتكلم ان يبقى في عندنا صناعه للسيارات الكهربائيه، لا ده شيء طبيعي وده كويس جدا، وده ما كناش احنا نبدا من دلوقتي هنخرج بره الصناعه الحقيقيه، لان انت النهارده حضرتك 2030 مش هيبقى في سياره عاديه، ف 2050 هتنعدم خالص ومش هيبقى على مستوى العالم كله مش هيبقى في سياره كهربائيه، فاحنا لابد النهارده من دلوقتي نبدا يبقى عندنا صناعه للسيارات الكهربائيه. نعم. ده بالنسبة لعملية إضافة فكرة صناعة السيارات. ماذا عن السيارة الكهربائية من وجهة نظرك؟ هل هناك بيئة تكنولوجية مناسبة في مصر لفكرة توطين مثل هذه الصناعة الآن بيها؟ والله بصي، لازم نعترف إن احنا لسه لغاية دلوقتي ما عندناش البنية التحتية إن احنا نقول إن احنا عندنا إمكانية إن احنا نشغل السيارات الكهربائية في الوقت الحالي. نعم. ولكن احنا لازم نفكر إن احنا إزاي نبدأ بنفسنا ونبدأ إزاي يبقى عندنا بنية تحتية. لان انا عارف ان في ناس دلوقتي بتتهدف وبتخطط ان هي تعمل محطات شحن على مستوى مصر، اعتقد دلوقتي وصلوا ل 180 على حد سمعي ان وصلوا 180 محطه شحن على مستوى مصر كلها. طبعا ده هيحتاج مننا شويه وقت ان احنا يبقى عندنا محطات تقدر تكفي كل احتياجات المصريين، لان طبعا حجم مبيعات السيارات في مصر حجم كبير جدا مش صغير على قد المحطات اللي موجوده حاليا. فلازم يكون عندنا بنيه تحتيه. هنحتاج عندنا وقت، هنحتاج وقت شويه، اعتقد مش اقل من 3 سنين ل5 سنين يبقى احنا جاهزين 100% لسياره كهربائيه. نعم. خليني انتقل للاستاذ نور الدين درويش. استاذ خالد، واعود لك مره اخرى. استاذ نور الدين درويش نائب رئيس شعبه السيارات. استاذ نور اهلا بك. اهلا يا فندم. استاذ نور، ايه هي طبيعه المشكلات اللي بتواجه عمليه صناعه السيارات في التوقيت الحالي واللي ممكن انها تكون بتعرقل عمليات الصناعه ومنها دخول صناعه مختلفه وجديده مثل صناعه السيارات الكهربائيه؟ حضرتك ده سؤالين، السؤال الاولاني ايه العقبات اللي بتقابل صناعه السيارات في مصر؟ نعم. احنا حاليا ما عندناش صناعه بمعنى صناعه، عندنا تجميع سيارات. تجميع سيارات، نعم. حضرتك اتمنى ان الفكر الجاي مع دخول العربيه الكهرباء ان هي هتبقى فكره مشاركه لشركه مصنعه كبيره واحنا بنخش معاها وبنصنع عربيه بالمشاركه معاها انتاج مصر. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ هفترض مثلا ان اقوى شركه صناعه عربيات كهرباء في العالم هي شركه تسلا، تسلا الامريكاني. انا هفترض ان تسلا دي قررت انها تصنع عربيه صغيره للاسواق اللي هي زي حالاتنا اللي هي افريقيا والشرق الاوسط. مناسبة للاجواء. اخد انا منهم هو يجوا يشاركوني في مصنع باسمهم وانا مشارك كدوله معاهم وننتج عربيه باسمهم. ليه؟ لان عمليه انتاج العربيه او تجميع العربيه باسم شخص مصري يعني مستثمر مصري اعتقد دي بنسبه كبيره الفتره اللي فاتت ما نجحتش. لكن دخول شركة مرسيدس اللي هي دخلت المرة دي بالتوقيع وموجود سيادة الرئيس ورجعوا تاني هيخشوا باسمهم يعني هيخشوا شركة مرسيدس باسمها مع مستثمر مصري وده اللي احنا بنفكر فيه او بنتمناه يحصل في الشراكة بتاعت العربية الكهرباء. اللي انا سمعته من حوالي شهر ان الهيئة العربية التصنيع وقعت فعلا عقد اتفاق مع احدى الشركات الصينية الكبيرة في تصنيع العربيه الكهرباء. احنا ما عندناش مانع بس المشكله ان العربيه الكهرباء قدامها وقت عشان الزبون يتقبلها ويقتنع بيها لازم اوفر له بنيه اساسيه او بنيه تحتيه واوفر له المشاكل اللي ممكن تحصل في العربيه. اخطر هذه المشاكل ثمن البطاريه بتاعت العربيه. بطاريه العربيه بتتراوح سعرها من 40 الى 50% من قيمه العربيه. يا مرتفع الى هذا الحد؟ طبعا طبعا هي طبعا هي ميزه وعيب. هي البطاريه دي بتقعد من 8 ل 10 سنين. العيب الميزه الثانيه ان انت ما بتلجئيش خالص للبنزين ولا الطاقه اللي هي العاديه خالص، ما
توفرت تماما الطاقه العاديه بمقابل الطاقه الكهربائيه. نحن الحمد لله في مصر اصبح عندنا وفر من الطاقه ممكن نستخدم هذا الموضوع. طبعا هي للبيئه احسن، للمستهلك احسن. لما يحسبها المستهلك بس هو لازم يحسبها خلال 10 سنين بيفقد من ثمن عربيته حوالي 40% اللي هي ثمن البطاريه لما يجي يغيرها. لو اقتنع بهذا الموضوع وعملنا له دراسات ان هو توفير الصيانات المختلفه وقطع الغيار المختلفه والزيوت اللي بتتحط في العربيه وفرق استهلاك البنزين عن الكهرباء، وقدرنا نوصل له المعلومه دي صح مدروسه بالدراسه، اعتقد ان الزبون المصري هيقدم على شراء العربيه الكهرباء. قدامنا على الاقل من النهارده، لو احنا ابتدينا النهارده 3 سنين، في خلال ال3 سنين دول نكون احنا عملنا البنيه التحتيه. خلي بال حضرتك ان دول اوروبا ابتدت، في بعض الدول النهارده خلال سنه 2020 هتمنع ترخيص العربيات البنزين، خاصه دول اسكندنافيا هيمنعوا استهلاك البنزين. معنى كده ان العالم ماشي في اتجاه ان هيجي في يوم من الايام مش هيبقى فيه عربيه بنزين. نعم، دي يعني رؤية شاملة أنا بشكر حضرتك عليها يا أستاذ نور بشكل كبير أنك أوجزت فيها. أستاذ نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات، أشكرك كثيرا على ما قدمته من معلومات. عودة مرة أخرى للأستاذ خالد سعد من رابطة مصنعي السيارات. صناعة السيارات يا أستاذ خالد من وجهة نظرك محتاجة إيه من الخطوات الجادة الآن لبداية الوقوف على طريق في الصناعة بشكل عام وفي صناعة السيارات الكهربائية؟ والله بص حضرتك، طبعا هو بالنسبه ان احنا نرجع نبتدي نخطط من دلوقتي، ده ان احنا نبتدي نشوف ايه الاحتياجات اللي احنا عندنا، لازم نعمل اللي عندنا، يبقى عندنا خطه طويله الامد وخطه قصيره الامد، ان احنا يبقى عندنا ايه الخطوات الايجابيه اللي ممكن نبدا بيها الفتره الحاليه، ونشوف ايه الامكانيات اللي احنا نعملها. زي ما سمعنا من الاستاذ نور دلوقتي ان في فكره ل او قرار لتصنيع البطاريات، طبعا هي دي اهم نقطه في السيارات الكهربائيه. فاحنا لو توصلنا ان يبقى احنا عندنا مصنع لصناعه البطاريات، فهذه الخطوه اللي تمثل 60% وليس 40 ولا 50، اللي تمثل 60% من السيارات الكهربائيه. باقي المشكله هتبقى سهله، لان هي هتبقى المواضيع كلها خطه لتجميع بقى او لتصنيع اللي هو البودي بتاع العربيه نفسه، والحاجات اللي هي متعلقه بادوات الجار والحاجات اللي هي خاصه بالسياره بيس السياره يعني، لان هي زي ما قلنا هي البطاريه دي اهم نقطه واهم خلاف عليها، لان هي اهم جزء في العربيه. فلو احنا بدانا هذه الخطوه اعتقد ان احنا هنبقى سباقين عكس الصناعه الحقيقيه الغير موجوده عندنا في مصر لصناعه السيارات، لان احنا عندنا صناعه السياره العاديه بتاخد الافات القطع، احنا العربيات الكهربائيه مش هتحتاج اكثر من 200 300 قطعه، فهي القصه كلها مختلفه شويه واسهل شويه عن السيارات العاديه. نعم، ده بالنسبه لعمليه التصنيع، مستقبلها في الانتشار من وجهه نظرك؟ والله ده هياخد مننا وقت طبعا، ان احنا عندنا المستهلك المصري عاده بيبقى ذواق وبيحاول يفهم الاول الحاجه قبل ما يستخدمها، فدايما الناس بتبتدي تاخد المعلومه بس هي بتاخد منها وقت شويه عبال ما تستخدمها. حته ان احنا ازاي نخلي المستهلك المصري يتعود عليها او يقبل هي فكره الشراء، بتيجي من الخطط اللي ممكن تتقال للعميل، ايه الفروقات اللي ممكن يتميز بيها ان يتمتع بيها، لان مثلا مثال زي ان العربيه الكهربائيه مش هتحتاج تروح تعمل لها صيانه كل 5000 كيلو او كل 10000 كيلو، انت مش محتاج تعمل لها صيانه مش قبل 90000 كيلو، انت مش محتاج تعمل تحط بنزين اللي يكلفك في الرحله الواحده او في المسافه اللي انت تقطعها من 250 ل 300 كيلو، هتدفع 300 جنيه هتدفع بقوه 50 جنيه او 60 جنيه الشحنه، هتقدر تروح مشوارك وترجع وانت امن ما عندكش اي مشكله. زي استخدامنا للموبايل واستخدامنا للادوات الكهربائيه في حياتنا دلوقتي، زي اي شيء مستحدث جديد دخل حياتنا وتعودنا عليه بعد فتره. بالظبط كده، هي شيء طبيعي ان احنا نبدا الاول وبعدين نبدا خطوات، هي دي اهم حاجه الخطوه، ان احنا بعدين خطه ازاي نسوق لحاجه جديده هتناسبنا وهتدعم الاقتصاد المصري. واحنا بنتكلم عن التسويق، هل تحويل المركبات العامه الكبيره زي الاتوبيسات واتوبيسات السياحه واتوبيسات النقل العام لهذا النوع من المركبات الكهربائيه او السيارات الكهربائيه هيساهم في فكره الوعي بيها وباسلوبها؟ طبعا بيتحول حضرتك مجرد ان الناس العميل يشوف بعينه ان الحاجات اللي بتشتغل في الاعمال الشاقه بتشتغل بالسيارات الكهربائيه بالشحن الكهربائي، يعني ده دليل على قوه على المنتج نفسه، لان النهارده ما يبقى اتوبيس ماشي نقل عام شغال حضرتك او اتوبيس
بيشتغل مثلا بالشحن الكهربائي، ده دليل على ان قوه المحرك نفسه وقوه العربيه وقوه امكانيه السياره. فده بيدي بردك راحه نفسيه للعميل بتاعنا. طبعا بالتاكيد. ايه الخطوه الاولى من وجهه نظر حضرتك يا استاذ خالد التي يجب ان تتخذها الحكومه من اجل جديه العمل في موضوع توطين صناعه السيارات الكهربائيه في مصر؟ هو ان يبقى احنا بس اهم حاجه يكون عندنا الحلول اللي احنا ازاي يبقى في عندنا تواصلات واتفاقيات مع شركات عالميه زي ما حصل مثلا من مصيف جت واعلنت ان هي هتبقى عندها سيارات كهربائيه في مصر. فاحنا نبدا الاول نخطط ايه السياره اللي احنا نطرحها للسوق، ايه الحجم العربيه نفسه، هل حجم صغير حجم متوسط حجم كبير، لانه ده لازم هو ده اللي نشوف احتياج السوق محتاج ايه. ده اللي نبتدي نحط الخطوط العريضه، وبعد كده نبتدي نخش على الحاجات المكمله بقى زي البطاريه زي الجزء المكمل للجسم العربيه نفسه، نشوف ايه اسم الشركه اللي هتسرق اللي هنطرحه، اسم المنتج اللي هنطرحه، هي دي الطريق الصح ان احنا عشان نطلع ونسوق عربيه كهربائيه ناجحه لمصر ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ خالد سعد رابطه مصنعي سيارات، بشكرك كثيرا على مداخله وما قدمته من معلومات معي في هذه الحلقه. مشاهدينا بهذا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، لم يتبقى لنا سوى سؤال حلقة الغد. كيف ترى أهمية مطار سفنكس في تنشيط السياحة الأجنبية لمصر؟ كيف ترى أهمية مطار سفنكس في تنشيط السياحة الأجنبية لمصر؟ هذا هو سؤال حلقة الغد الذي نرغب في أن تتواصلوا معنا عبر الإنترنت وهمزة وصل EG للإجابة عن السؤال بالمشاركة بآرائكم. إلى أن نراكم، لكم منا كل تحية.